في أبسط من هيك؟ أبدا. مكونات تقريبا موجودة عندنا بكل بيت، سهلة بسيطة سريعة خفيفة. أول شيء رح نحضره اللي هو القطر، لأنه عندنا قطر البسبوسة لازم يكون بارد. تمام. بالنسبة للقطر هون رح نحتاج كاستين مي. الوصفة هاي استخدمت فيها الأكواب المعيارية، ممكن تستخدموا أي كوب، بس المهم إنه العيار عندنا كليات يكون بنفس الكاسة. هون رح أحط الكاسة الثانية. وبالنسبة للسكر هون عندنا 3 كاسات من السكر. تمام. رح أحكي بالنسبة للسكر القطر. هلا برجع لكم، تحطوا الكمية كلها، تحطوا نص الكمية برجع لكم. يعني الناس مثلا بتشوف 3 كاسات من السكر هو كثير، بس انا شو بعمل؟ نص القطر بشربه للصينية، ثاني يوم وقت التسخين لما اجي بدي اسخن الصينية بحط كمان معها شوية قطر حتى ما تضلها معنا ناشفة. فانتوا حطوا القطر شوي شوي بتلاقي طعمه اطيب. نعم صحيح. اسمعي، بسبوسة حلاوتها تكون هيك حلاوة، عرفتي عليك؟ وقطعوها قطع صغيرة كمان. يعني خلاص عشان ما حد يزعل عشان الدايت عشان والقصص. عشان العمر ياكلوا قطع صغيرة. ياكلوا قطع صغيرة. زي رواش بغمس تغميس. هلا هون رح نحكي عن خليط البسبوسة. ليش اسمها بسبوسة ال7 كاسات؟ عشانها بتتساوي بسبع مكونات. سبع مكونات، 7 كاسات. 7 كاسات. يعني ليش هاي يعني الوصفة هاي مع اي حدا زي ما حكيت لكم بتنجح. تعالوا شو رح نعمل. عندنا 3 حبات من البيض. البيض لازم يكون عندنا بدرجه حراره المطبخ، تمام، حتى انه ما يزنخ معنا. اوكي. فهلا هون رح احط اكيد مع البيض، اي بيض بنحط معاه فانيلا وكونوا كريمين فيها. تمام. رح نحتاج هون 1 كوب من الزيت النباتي. تمام. رح نحتاج 1 كوب من السكر. هلا في ناس بتعترض تحكي ما انتم شاربين قطر بتحطوا بالخلطه نفسها سكر. السكر هو بيعطي طراوه، لازم تنحط مع الخليط سكر. تمام. ممكن تحطوا، انا حاطه 1 كوب، ممكن تحطوا حتى 3/4 الكوب. اوكي. بس الافضل انه نحطه. هلا هون رح نحط 1 كوب من لبن الزبادي، لازم يكون عندنا بدرجه حراره المطبخ كمان. كله بدرجه حراره المطبخ. نعم صحيح. تمام. وهون كمان رح نحتاج بسم الله 1 كوب من الحليب السائل. في البداية هون رح أحط المواد السائلة. الأفضل يكون عندنا حليب كامل الدسم. طبعاً هذا الحليب من كارفور، كمان من رعاتنا. إحنا إذا بتلاحظوا نستخدم تباعاً في حلقات مطبخ رؤية المنتجات كارفور، 1600 منتج، يعني إن شاء الله إنه نحاول نشوفهم كلهم. هلا هون رح أخلطهم مع بعض كثير منيح. تمام. نخلطهم بعدها بننزل المواد إضافة الجافة. المواد الجافة. نعم. حيكون تباعا ولا دلق مرة واحدة؟ لا هيك أبدا. شفي. يعني اسمع، ما فيها فلسفة الوصفة هاي. شفي. خلص حطهم كلياتهم مع بعض، يعني ما بتحتاج، بس بنخلط شوي حتى عندي اللبن ينسجم مع المكونات. تمام. والبيض كمان عندي، بخلطهم هيك دقيقة وبعديها، يعني شوف الوصفة هاي ما أبسطها. تمام. رح نحط هون كاسة من جوز الهند يعني الأبيض، بالإضافة إلى 2 كاسات من السميد. 2 كاسات سميد. طبعاً السميد اللي استخدمته هون هو السميد الخشن الخاص للبسبوسة. تمام. رح أحط البيكنج باودر وبعدين تخلطي. نخلط ومنديرها بالصينية. رح أحكي شغلة بالنسبة للسميد، ممكن تستبدلوا كاسة من السميد وتحطوها كاسة طحين، برجع لكم. يعني تحطوا كاسة طحين كاسة سميد، هون طعم البسبوسة أطيب بكاستيل سميد. تمام. يعني بتاخذ النكهة طيبة، واكيد ما ننسى رشة الملح. نخلطهم الله كتير. الله، بعدها بنديرها في الصينية. في اسهل من هيك؟ ابدا. رح نحكي عن الفرن، بده يكون عندنا فرن حامي على درجة حرارة 180، الرف الوسط، المدة اعتمدوا النظر. اول ما تشوف الاطراف عندكم اخذت لون ذهبي غامق، مش لون ذهبي فاتح، بتشغلوا شواي من فوق وبس، بتكون هي سخنة والقطر عندكم بارد وبتشربوها، بتستنوا عليها شوي وبتقدموها. التزيين ما تغلبوا حالكم كثير فيه، فقط جوز هند أبيض بكفي. طبعاً دي هون القطر عم بيغلى، لازم نتأكد إنه السكر ذاب تماماً، بعديها بننزل عصرة الليمون. نتركه يغلى مدة 10 دقائق وبنطفي الغاز.
راح اورجيكم القوام هيك عندي. بسم الله صارت جاهزه. اوكي في ابسط من هيك؟ أبد. مكونات تقريبا موجوده عندنا بكل بيت، سهله بسيطه سريعه خفيفه. طبعا هاي البسبوسه كثير بنعملها وقت الجمعات لما يجوا اهلي على البيت. لما نكون قاعدين احنا واخواني يعني صراحه. الله يخلي لك اياهم. الله يسعدك يا ربي. وبس بنشيلها بنحطها بالفرن. يا عيني. بسبوسه السبع كاسات، نحتاج كاستين سميد، كاس سكر، كاس جوز الهند الابيض، كاس لبن زبادي، كاس حليب سائل، كاس زيت نباتي، ثلاث ملاعق صغار بيكنج باودر، ثلاث بيضات فانيلا ورش صغيرة من الملح. رح نحتاج ثلاث كاسات سكر، كاستين مي، وملعقة صغيرة عصير الليمون.